مش انا رحت للدكتور؟ ليه خير بعد الشر؟ في ايه؟ لا انا كويسه، بس قال لي مفاجاه ما كانتش على البال. خير؟ قال لك ايه؟ قال لي ان انا حامل. ايه؟ طيب ما قلتيش ليه ان انت رايحه للدكتور؟ كان حد جه معاك. قومي 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 قومي، خش الاوضه نتكلم جوه. على مهلك على مهلك. ما تخافش يا كويس. بالراحه يا ناهد. على مهلك على مهلك حبيبتي. شويه شويه. ايه مستعجله على ايه كده؟ اقعد ارتاح. ايه عطيتي مش للدرجات ده كويس؟ لا للدرجات دي ونص كمان. لازم ترتاح. طب وانت مش هترتاح؟ لا انا يعني اصلي نومي وحش قوي، برفص وانا نايم. ده انا مسقط ام تامر في عيني. خلاص ارتاح بس اطمن عليك وبعدين انا هخرج انام في الصاله. خلاص تصبح على خير. لا يعني برضو الراحة مطلوبة في الحاجات اللي زي دي، مهما كان روح. انت مش حاسة بحاجة؟ الحمد لله. طيب تصبح على خير. ربنا يعلمك السلام ان شاء الله. ربنا يخليك لي. قلنا يا رب ما تكسفنيش يا رب يا رب يا رب. الراجل طلع نصاب وبيعني التاكسي اللي كان ساترني. يا رب بيعني التاكسي اللي كان ساترني. يا رب انت شاهد عليا. يا رب يا رب انت شاهد عليا. يا رب انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس من النصيبه اللي انت فيها. الراجل بيعني التاكسي اللي حلتنا يا صباح. قال لي ان في تمثال في الخرابه. بيعني التاكسي اللي كان ساترني يا صباح. تمثال في الخرابه؟ يا لهوي يا امه، يا نهار اسود. ومنين بعت التاكسي يا عبد الله؟ خد الفلوس وجري يا صباح. خد الفلوس وجري. هرب يا نهار اسود ومنيل. يا وجسدك يا صباح، يا وجسدك. امي عرفت هتطب ساكته. امي عرفت هتطب ساكته. والراجل ده مين؟ هو فين الراجل نصاب؟ خد الفلوس وانا مش عارف اجيبه. مش عارف تجيبه ليه يا عبد الله؟ ليه يا عبد الله؟ بفلوس التاكسي كانت معيشانه. ليه بتبص لغيرك يا عبد الله؟ ما لو ربنا عايز يديك ما كان هيديك. هو ربنا هيستناك لما تبحر في الخرابة؟ ربنا هيستناك لما تبحر في الخرابة؟
خلاص يا صباح. منك لله يا شيخ. خلاص يا صباح. منك لله. ما تفتحيناش خلاص. منك لله. خلاص يا صباح ما تفتحيناش. منك لله يا عبد الله. لا يا منك. أنا من أمي اللي مش عارفة عليك. خلاص يا صباح. تعالي نروح البيت نتكلم. نروح البيت نتكلم يا صباح. استنى يا عبد الله. استنى أنا مش طايقة روحي. تعالي يا بنت نتكلم في البيت. نتكلم نقول إيه؟ نتكلم نقول إيه؟ هو لسه في كلام يتقال؟ عايز تضحك عليا بكلمتين واصبح الصبح على نفسي في حضنك؟ ومش بعيد على نفسي حامل وتبقى نيلة سودا؟ هخلف عيل لأبوه مش لاقي ياكل؟ لا يا عبد الله. ولا النهارده نميل عيانة ولا بيا؟ ولما تبقى تتعدل ودماغك تخف؟ أنت عارف هتلاقيني فين؟ منك لله يا شيخ. اسمعيني بس يا صباح. شيخ بقى حرام عليك. يا صباح اسمعيني يا صباح. غصب عني انا كنت قصدي خير. غصب عني والله كان قصدي خير. وربنا كان قصدي خير يا صباح. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ البنت جامدة أوي يا بيه. جامدة يا مين يا غيره؟ الفلوس خيرها هتسو سو 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 سو؟ اللي ضاع ضاع يا بيتك. بص يا غالي ضيع معايا. يا غالي ولا جمال؟ جميتة ولا يا جمال؟ يا سعيد مالك في ايه؟ الواد جمال بقى له يومين ما ظهرش، انا خايف ياكلوا ماتوا جوه. مات ايه؟ مات واحد بالله في قلبك، يمكن ما فيش حد جوه. يا ابني انا سامع صوت تلفزيون. تعالى يا جمال. جميتة اوعى اصلك صدق. اوعى اوعى عنك كده. ايه ده؟ ده ما فيش حد هنا. راح فين ابن الكلب ده؟ ما تلاقيش اصلا امتى راحوا كده ولا كده؟ انا سامعهم ودني امبارح كانوا سهرين مع بعض. هو مش معاه موبايل؟ ما اكلمه يا ابني. بكلمه بيلطش. خلاص يمكن اديت له وشيب راح يفرتكه. ها ده معهوش فلوس خالص. يا نهار اسود. سنة العهد عايز تكسر ظهر ابوك يا جمال. روح فيه اجيبه مننا قبل ما يبيع البيت. يا جمال يا جمال يا ابن الكلب. الف مبروك يا استاذ حمزه. الف مبروك استاذ حمزه. يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. استاذ حمزه 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 النايب بتاعنا. يا دول نور يا دول نور. اهلا وسهلا بالباشا الكبير. اطمن يا باشا. القهوه وزباينا والواد سردينه كلهم بتوعك ورجالتك. المهم النهارده يا معلم. المهم ان الانتخابات عايزين محدش ياثر معانا. علينا يا باشا. اتفضل نورنا. اتفضل نورت يا باشا. يا دول نور يا دول نور. استاذ حمزه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. استاذ حمزه يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش.
أفزيت. ها يا باشا. الناس دي عملت لها بطاقة انتخابية ولا إيه الأخبار؟ أمال يا باشا، إحنا دافعين دم قلبنا عشان نطلع لهم البطايق والدفاتير كلها عند الأستاذ ناشئ. طبعًا طبعًا، هنشوف الموضوع ده بعدين. كله تحت السيطرة يا ريس. الأذان مش بالصلاة. طيب. بس. يا جماعة أستأذنكم بس أخش أصلي العصر. ماشي يا باشا، مع نفسك انت، انا هروح بس مشوار اخلص شويه حاجات في الدعايه يعني. يلا بينا يا جماعه نصلي ركعتين شكر لله. يلا بينا. اتفضل يا باشا اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو. ايوه ماما ليلى. ايوه يا مي، وحشتيني قوي، عايزه اشوفك بس انا مش عاوزين اشوفك. علي صوتك مش سامعاكي، صوتك واطي كده ليه؟ الو مي، انت نايمه يا مي؟ معقوله؟ لا 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 يا بابا، صحيح صحيح مي. طيب يلا عشان مامي حضرت الغدا في الجنينة. الو. لا لا تعالي، يلا قومي. اوبا اوبا. في ايه يا بنت؟ مي كانت بتكلمني ورمت التليفون لما دخل عليها الراجل اللي اتبناه. ما تسيبيها في حالها بقى يا بنتي، انسيها بقى. انساها ليه؟ انا ليا حق فيها واشوفها في اي وقت انا عاوزاه. لا مالكيش حق، وفريدي الراجل مش عاوزها تعرف حد، ده بقى زي ابوها تمام. ما بتردش ولا ابوها ولا يعرفها. يعرفها منين؟ ده راجل عنده شويه فلوس، افتكر بقى انه هيخش الجنه لما يتبنى بنت، ونسي عمرها اللي عاشته في الملجأ. بس انا بقى مش هسكت له. ها انا لازم بقى اوقفه عند حده. لا ده انت عناديه بصحيح، اعملي اللي انت عايزاه. نفسي اعرف بتروح فين انت لو كريم. ولا حتى يا حاج، والله بننزل نتمشى كده وساعات نروح سيما يعني. تعكسوا نسوان. ها يعني صحيح. انا خارج اهو. ها هات بالسلامه يا اخويا. تعالى خد عايزه. امسك هلا، بهات لك قميص وبنطلون. شايف صاحبك لبسه نزيه وانت شكلك عره كده. ربنا يخليك عن فكر. ماشي. بقول لك ايه، ما تتاخرش، عندنا 40 عايزين يفرشوا عند السوق. طب ما تقلقش حمامه، هروح وارجع على طول. بقول لك ايه يابا، هتاخر يعني؟ هتاخر على الدوان. هلا اسمع، راح للموزه اللي انت قلت لي عليها قبل كده. يلا يلا يا ابن الكلب. اسمع خلاص، عن بركه بقى. يلا يا امي. ابوك شكله فاهم كل حاجه كريم. يا ابني هو عارف، بس انا طبعا مش قلق على موضوع العربيه والاقساط. اوعى تكون بعبعت له بحاجه. هبعبع له بايه وانا عمري اتكلمت معاه اصلا؟ ما في كده لك، مش هيدا اللي جايب معه، جايب ايدي كتير حلوه. خلاص امشي. وبعدين انا مش مرتاح بقى للجاتو ده. ياد لازم ياد جاتو، كل مره اخش ايدي فاضيه كده. وحد يروح عيد ميلاده واخد في ايده جاتو؟ مش فاهمك انت، لا رومانسيه والحنيه يلا 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 يا اخويا. اللي ياكل لوحده يزور. ها اتفضل اطلب لكم شيء. احنا ناكل. شوفي احنا بنبوس عادي. عادي والله كده؟ ايه. طيب عادي. ثلاثة وماله؟ خلاص يا يونس. ماشي حاضر. يا ريس. افندم. عندكم مشوى؟ ها ايوه يا افندم. طب بص ركز معايا بقى. فرخة كبيرة وقسمها نصين وحمرها لي كويس قوي. ماشي؟ هحاول اجيب لك المتاح يا فندم. عندكم طبيخ؟ ايوه يا فندم. طبيخ؟ ها؟ ماشي. شوية بامية وشوية رز وحبش الدنيا انت بقى. تمام يا فندم. طلبين. ها؟ اوكي. ما تجيبش حلو، احنا معانا الحلو كله. حاجة تانية يا فندم؟ لا شكرا. نزلت حمام السباحة النهاردة. نسيت اجيب الشورت. عارف لو كنت جبت الشورت كان زماننا نزلنا والبطنا للصبح. بصوا بقى، شويه جاتوه هتاكلوا صابعكم وراه من عند الراجل بتاع وسط البلد. تضحك عليا يا ست. ما فيش، ذكرت شيء. طب انتوا ما زهقتوش من جو الفندق ده؟ ما تيجي نخرج بره. لوين بدنا نروح؟ عبالي روح المصنع تبعولك. المصنع. المصنع. ايه رايك يا يونس؟ طبعا. يلا بينا. طبعا ايه، ناكل النهارده بقى، النهارده اجازه اصل بتاع المصنع. والله انت فكرتني، كنت ناسي. نقعد في الاوتيل النهارده، حلو الاوتيل. فيني احكي معك شوي؟ طبعا. تعال نتمشى شوي لعبال ما يجي الاكل. اوكي. روح روح روح. السلام عليكم. روح اتفضل.
ليلة مقمرة. ايه رد على التليفون. مش وقت، مش وقت. فيني احكي معك بصراحة؟ طبعا، ده انا بموت في الصراحة. ما عم بفهمك، كنت بشات حدا تاني. ما بعرف هيدي هي شخصيتك ولا انت قاصد هيك. انا عن جد كتير محتارة. بليز فيك تفهمني. هي رد وخلصنا. هرد على التليفون بسرعة بسرعة. السلام عليكم. انت لسه ما جيتش لحد دلوقتي يا عبد الكلب. ايه هلا، امال هتفرش ال 40 امتى يا زباله؟ انت فين هلا؟ لسه مع المزه؟ اه يا وسل. طب يلا يلا بسرعه بسرعه خالص، تعال. ماشي، ما جاي اهو. مسافه الطريق اكون عندك. يلا سلام. لو مشغول فينا نكفي حكي بعدين. لا 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 لا، احنا كنا بنقول ايه؟ نسيت اللي قلت لك اياه؟ لا لا فاكر. كنت بتقولي يعني ان انا في الكمبيوتر غير في الحقيقه، صح؟ ايه. بس لو تفهميني. ليه فهمني؟ عم بسمعك. بص انا تالي، انا انسان بسيط واللي في قلبي على لساني على طول، ولما شفتك يعني في النت عجبتيني قوي. والله العظيم عجبتيني وحبيتك، ولو عايزاني اتجوزك والله العظيم مستعد اتجوزك. فيك تقلي شعر؟ شعر ايه دلوقتي؟ بدي اسمع اي شيء من اللي كنت تقلي اياه على الشات. بقول لك ايه، الاكل دلوقتي زمانه نزل وانا على لحم بطني. ناكل واقول لك كل اللي انت عاوزاه. ماشي ماشي. انزل لمراتك تقف جنبك في النيله اللي انت فيها دي. ان وقفتش جنبك في النيله اللي انت فيها دي هتقف جنبك امتى؟ سيب صباح في حالها، خليها في اللي هي فيه. كفايه عليها امها واللي انا عملته فيها مش شويه. يعني انت كنت عملت ايه؟ الرجاله يا اخويا بتعمل اكتر من كده عشان تحبس نفسك في اوضه اربع حيطان. ليه بتعذب نفسك كده ليه؟ قاسم تاكسي راح، حيره فني مش شغل. انزل يا ابني دور لك على تاكسي اشتغل عليه بدل ما انت قاعد جنبي زي النسوان كده. وراك بيت مفتوح. بيت يا ما خلاص البيت راح. ما راحش ولا حاجه. خد ما اقولك. تعالى حبيبي. بقول لك ايه بقى، عايزك تقف اليومين دول جنب مراتك، امها تعبانه قوي. ها عايزه اللي يقف جنبها، فاهمني؟ وخد يا حبيبي القرشين دول، انا كنت سلفاهم من امها. خد ليه كده بس؟ روح ادهم لها دلوقتي. ليه كده بس يا اما؟ ليه يا اما انت بتستلفي؟ يا واد انت مالك ومالي؟ مالكش دعوه باللي بعمله. يلا روح. حاضر يا ابني حاضر. ربنا يكرمك يا امه وينور لك اللي في بالك. خد يا امه الف هنا وشفا. بس بس اسم الله عليك. اسمي تهرى برشام وحوان يا صباح. تحملي يا امه تحملي عشان خاطري. بقول لك ايه، ما تقومي تفردي جسمك في سريرك. زهقت انا طول النهار في السرير في المستشفى. قومي شوفي مين يا بنت. حاضر يا طيب. نعم، عاوز ايه؟ في يا صباح، انا جاي اطمن على امك. تعال خش يا عبد. يخش فين يا امك؟ احنا كنا بشويتين اللي بيعملهم بس يا بت. استغفر الله العظيم. ازيك يا خالتي؟ خش جوه، انا عايز اتكلم معاك يا بت. تكلميه في ايه ياما؟ انا قلت لك كل حاجه راحت. وانا بقى يا عبد الله ماليش عاوزاك. يا بت ما توجعيش قلبي، انا تعبانه. اخص عليك يا صباح، اخص عليك. يخش جوه يا صباح بقى. ماشي ياما هخش. كلميه زي ما تكلميه، بس انا بقول لك اهو يا عبد الله. انا بقى اللي في دماغي في دماغي. فني يا عبد. الحمد لله. اما
عامل ايه؟ الحمد لله يا خالتي، الحمد لله. عبدو، بقول لك ايه يا عبدو؟ انت عارف يا حبيبي من يوم ابو صباح ما مات وانا ماليش غيرها في الدنيا. عارف يا خالتي، عارف. ربيتها بخلق الدرس، عشان كده بقول لك خلي بالك من امك، دي مالهاش غيرك. طيبه والله وقلبها حنين، متبقاش تزعل يعني الشويتين اللي بتعملهم معايا. بالك يا ولا اما كده عشان تخطب صباح حياه النبي انا ما وافقت غير عشان امك ما تزعلش مني. مع انك يعني انت مش عارس لقطه يعني ولا حاجه. يلا اسره قولي بقى دلوقتي انا اعمل ايه؟ اسيبها لك ازاي وانت بتبهدلها كده على حياتها؟ عيني يا عبد الله، امال لما اموت بتعمل فيها ايه؟ استحمليني يا خالتي، استحمليني والله غصب عني. وبعدين انا لما بعت التاكسي ده انا ما كنتش عايز اتجوز واحده تانية، انا كنت عايز مصلحه ليا ولصباح. وحتى موضوع الاثار ده دخلته عشان انا وصباح برضه يبقى في اي مصلحه تعيشنا، بس نصب عليا. وبعدين اقول لك على حاجه، انت لما دخلتي موضوع الجمعيه بتاعتك دي، موضوع بتاع زمان، ما الراجل صاحب الجمعيه مات وجيتي تاخدي حقك من ابنه، قال لك مالكيش عندي حاجه. يعني بيحصل يا خالتي، بيحصل. هتاكل بنتي منين؟ ربنا يفكها يا خالتي، ربنا يفكها ويحلها من عنده، بس يعني ترضى بقى. حسك عينك تزعلها تاني، سيبها كده يومين ثلاثه انا ههديها وبعدين بقول لك تيجي تصالحها. حاضر حاضر. بقول لك ايه، امي كانت بتعتلك معايا الفلوس. الفلوس دي بتقول لك يعني انها كانت سلفاها منك؟ كانتش سلفاها ولا حاجة، بس شفت بقى عمايل امك الحلوة، هل بقى حاسس باللي انا فيه؟ ضمي دي ايه؟ بقول لك يا خالتي، ما اخش اصالحها بقى. يا بدت الواد، بقول لك يومين ثلاثة ألين لك دماغها كده، بعدين يبقى انت صالحها بقى. لا يا خالتي، انا ما عنديش صبر خالص، انا مخنوق، مخنوق على الاخر يا خالتي والله. ان شاء الله كمان وكمان، لما انت مخنوق كنت بتزعلها لي من الاول. غصب عني والله، والله غصب عني. طب ما ينفعش دلوقتي اي حاجه يعني؟ لا ولا. حاضر خالتي، يلا روح شوف مصلحتك. الف سلام عليك. سامعيني بقى اتفقتوا على ايه؟ يا اختي ولا اتفاق ولا يحزنون، انا قلت له كده يومين ثلاثه بشم نفسي هبقى اطلع لامه عشان نطلب منها الطلاق. طلاق؟ اه يا اختي الطلاق. مش انت عايزه تتطلقي؟ عيني، مش كان عمرك نفسك في حاجه وانا ما عملتها لكيش؟ قلت اتجوز، قلت لك حاضر، قلت اتطلق وانا بقول لك حاضر اهو، يومين ثلاثة واطلقك. ايوه ياما يطلقني. اتطلقي انت روحك فيه. اه يا بابا، يا رب ريحني بقى. طب ازاي؟ هو انا مغمى عليا ولا ايه؟ انا ما قربت لهاش. صباح الخير يا دكتور. ما جيتش ناحيتها بقالي يجي شهر. الله، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ازيك يا بابا؟ مبروك. انا نسيت اقول لك امبارح. انت ناقص عيال انا؟
كنت ناقص عيال؟ هعيش له لامتى ده؟ ايه يلا ربنا يتولاه. شاور دكتور يا اخي مش عايزين شاور زفت. روح اجري روح حساب المعلم يا اخي. بلا معلم بلا بتاع. روح الله امرك يا دكتور. بابا انا كنت عاوز حضرتك في موضوع كده يا اخي. خش في الموضوع بقى. سيما حلقه في مسلسل. انا مره شفت نهى قاعده مع واحد شاب واللي عارف ان هو مش كويس. انت كلمت حوالي شهر ونص كده. شهرين شهر ونص شهرين ما قلتليش ليه يا بابا؟ انا خفت عليك. خفت عليا؟ ما خفتش على سمعتي؟ يطلع مين الواد ده؟ اسمه شمس، وكل اللي اعرفه عنه انه سمعته زي الزفت. فين فين الزفت؟ مفاتيح العربيه. ايه يا بابا؟ هات. رايح فين يا بابا؟ كمان تمشي من هنا، تلم بهدومك وتمشي فورا. يا راجل ده انت اتجننت. ده انتوا اتجننوا العابد. عارفه؟ عارفه لما نكون ناس ساكنين في عماره محترمه وفيها ناس محترمين وابن شاب وخايف عليه من الفضيحه، انا كنت رميتك على السلم زي الكلاب. لا لحد كده هو كفايه. اذا كان تامر ابنك قال لك على الواد اللي شافه معايا في الشارع وخلاك تشك فيا تبقى اتجننت. دماغك اتلحظت من البرشام اللي بتاخده. ايوه يا اختي، غلطت على القذاره بالبجاحه بتاعتك. ايوه عرفت واحد. بس تفتكر يا دكتور يا متعلم يا صيدلي، لو انا عايز اخونك مفيش مليون طريقه امنع بيها الحمل. ده لو انا عايز اخونك من اصله. امال يا اختي تسميه ايه؟ فهموني لحسن انا مش عارفه. صدقه يا اختي روشانه. اللي انت عايز تعمله يا عطيه يعني. انا خلاص زهقت. حملتني الهم بدري. انت نسيت انك اكبر مني ب30 سنه؟ محدش ضربك على ايدي. لا ضربتني وفهمتني ان الدنيا هتبقى وردي. هصفرك وهلبسك وافسحك واجيب لك شقه جديده، وفي الاخر رسيت على شقتك القديمه عايشه فيها انا وانت وابنك اللي كاتم على انفاسي وعلى حريتي. ماهر الواد اللي بطل ده ابن مين؟ رد عليا. قلت لك ردي. قلت لك ابنك. غلطت لكن ما خنتش. عرفته لكن ما كملتش. مش علشانك، علشان انا اتربيت كده، اهلي ربوني كده، وانت السبب. انت اللي حطيت مشاعرك كلها في حبايه من غيرها ما تقدرش تحس انك بني ادم. انا مستعد اعمل اللي انت عاوزه، ولو عايزين تعملوا التحاليل اللي بتقولوا عليها دي اعملها. الواد ده ابنك. تلم هدومك وتمشي من هنا، فاهمه ازاي؟ ابوس ايدك ما تطلقنيش دلوقتي. استنى شويه فكر. انا غلطت بس انت كمان غلطت، وبقولها لك لاخر مره. صدقني الواد ده ابنك. وانا كمان بقولها لك لاخر مره. ارجع في البيت ما لاقيش. النمرة دي. الو الو. انا اسمي منى. زي ما تقولي كده يعني خطيبه اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شويه لحد ما ياخد الشهاده. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحده. بجد انا مش قادره اقول لك انا قد ايه مبسوطه. بس بقول لك ايه، انا لازم اشوفك. لا لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكره لو عايزه. ماشي سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني. ده لا بدلي
ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، ايش عاجب المره دي؟ ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا اما سيبيني، سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. الليل دخل علينا ولسه ما فرشناش، الناس هتقول علينا ايه؟ بابا فيها ايه يعني؟ ايه اللي جرى يعني؟ 40 هو لسه ميت امبارح. 40 ولا 50؟ تبان عليك البنت اللبنانيه واكله دماغك. بصراحه يابا عجباني قوي. نفسي اتجوزها كمان. اه فرصتك، ما انا صرفت نظر عن الجواز. طب هي هترضى بيك؟ هترضى بيا طبعا، ما تقلقش انت، قدم بس انت المشيئه، كل اللي عليك هتضرب الحته الزفره وتيجي نتقدم لها. تقدم لها فين؟ هنروح لها ميدان لبنان. ميدان لبنان ايه يابا؟ لبنان بقول لك. لبنان نفسها؟ ابن الفقريه، ايه هنطلبها من ابوها يعني؟ ايوه هنطلبها من ابوها، بس بصراحه انا لسه يعني ما فتحتهاش في الموضوع. طب يعني هي موافقه؟ اه طبعا، بقول لك بتموت في ابنك. يلا. ايوه يابا. طب اطلع شد الحبل عشان نخلص. يلا. أم كريم أم كريم أم كريم بياض كلم مستندر عايزينك.